السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي بخير هاني، الحمد لله. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير البنات. اليوم غندير لكم لازانيا بالخضره، لازانيا بليزيبيناغ وبالكورجيت القرعه الخضره. اللي غنديروا فيها ان شاء الله الفرماج هو هذا لاسكاموسا افوميكاتا اللي صحفت علينا كيعرفوها. سينو كاين فرماج اخر، عطا الله الفرماج، ديروا داك الفرماج محكوك، ديروا فرماج طروفا، عطا الله انواع ديال الفرماج، ماشي عام ما تعلقوش على هذا، حيت انا عندي هذا خصني ندير هذا. وعندكم البارميجان هذا ديال الباستا، فرماج ديال الباستا ياك. هادو ان شاء الله هذا هو باش غنعمروا هاد الورقه ديال اللازانيا. ها هي اللازانيا، ها هي هادي البنات راه كيعرفوها صحابة الطاليان، سينو راه كاينة في المغرب، كاينة ديك الكارما هادي فريسكا، ولكن كاينة تا الكارما. البنات هادي راه في ام دي، كاينة في ام دي، كاينة في اوروسبين عطا الله، كاينة في القناة مكاينش عام. هادي زوينة رقيقة البنات، استعملوها هادي، شريوها هادي اللي كتعجبني انا. وعندنا البنات باش نديرو بشاميل، عندنا الزبدة 80 غرام الزبدة و 80 غرام ديال الدقيق، وعندنا لتر الحليب هو اللي غادي نبداو به ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله، غادي نديرو الزبده، ديجا انا مسخنه ندوبوها. دوب ان شاء الله غنديروا فيها هاد الفرين. ها هي خلطوها هانتوما البنات، واحد جوج دقائق لما تحمر الدقيق مع الزبده. هانتوما البنات شفتوها، كتحمر وهي كتحمر غادي نديرو في هاد المقلة غنديرو زيت زيتون، زيت زيتون غنديرو واحد راس التومة. هانتوما البنات راس التومة نهرسو بحال هاكا وغنديرو في المقلة، نخليوه يسخن، نكملو حنا لابيشامال. غادي نديرو إطر ديال الحليب، هاد لاداز لي عطيتكم ها ديال إطر ديال الحليب، بسم الله، إطر نديرو كامل، دائما التحريك، نحركو دائما. نمسحو هاد البوطة اللي واش موسخة، نخدمو في النقا دائما البنات، نخدمو دائما في النقا، النقا هو كلشي. نحركو نزيد شوية في البوطة، نقابل هادي تا هي من فوا شوية تحمر، تحمر ان شاء الله، نحيدوه مع التحريك الدائم. نهزو هادي كورجيت، نرشو هاد الميحة، نديرو شوية البزار، هاد البزار نخلط، نتوما ديرو بزار عادي لما عندكمش هذا،
كنصوبوه دائما نراقبوا هاد البشاميل باش ما تلصقش ما تحرقش. نخلطو مع التحريك نغطيوها باش الفابور يطيحها باش طيح لينا بلا ما نزيدو الماء. نزيدو شويه البزار هنا الملح ونخلط ناس هاد اللازانيا بالزبينار و بالكورجيت كتجي بنينة البنات جربوها راه رائعة غتعجبكم بزاف وغتعجب الولاد ديالكم ورجالاتكم كلشي حتى الضيفان اللي درتوها للضيفان راه غتعجبهم مزيان. هذا راه أكلة إيطالية كدار في لي غيستو في هي بدات كتعقد هذه خليها تطيب بدات هاد لي زيبينار حتى هما راه درتهم بهاد الطريقة ديال القرعة بحال هكا حتى هما درت واحد شوية الزيت واحد رويس التومة ها هو وشحرتهم غير شوية الزيت والمليحة والزيرة وهاد التومة لحقاش هادو كونجيلي البنات هادو كونجيلي داكشي علاش رانا طيتهم ديجا وهاد القرعة فريسكا القرعة طرية وبيشاميل ها هي البنات ها هي غدا وكتختار صافي دابا نطيبوها ونشوفو هادا نحسو هاد التومة نحيدوها والبنات كنديرو بحال هكا كنخوي بهادي كلها هنايا كنخلطو نخلطو مزيان ونجيو هنايا دابا شتو البنات بيشاميل زدت فيها سميتو السبانخ البنات السبانخ راه كتمشي ليا سميتها البنات ها هي قرعتنا ها هي موجودة تا هي غنحطوها نحطوها هنا شتو غنحطو حدانا البنات وغادي نقطعوها هي سكاموس البنات هي هادي شتوها تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج البنات ايمنتال اي فرماج عندكم ديرو موتزاريلا اللي عجبكم ها هذه البنات حيت كتجي بنينه بزاف داكشي علاش كنوصيكم ديما سيرتو صحاب الطاليان راه حتى في المغرب البنات هذه راه كلشي وجد كلشي وجد داكشي ديال الطاليان كاع وجد في المغرب ميسبي ماشي الكبار كلشي ها
البنات اي حاجه طيبتها راه كنوريها لكم. هذه راه غنتعشاو بها، اي حاجه كنطيبها رانا كنوريها لكم. نشوف اش غادي يقدني هذا نشاط ليا. المهم كنديرو هكا، نذوقو على الملح، نزيد واحد شوية، نزيد واحد شوية شوية البزار. كنديرو بحال هكا البنات، كنديرو بحال هكا. نديرو التانية حتى هي، كنديرو شوية الفرماش بارميجان، كنديرو شوية من هاد السكانوس، نعاودو نديرو تاني واحدة أخرى، كنديرو شوية كرعة تا هي سخون، كنديرو شوية الفرماش، ندير واحدة أخرى تاني، ونبقاو غادينا البنات تالاخر. هانتوما البنات هادي هي اللخرة، هانتوما البنات هادي هي الطاج اللخر. ناخدوها نديرو كلشي غيدار، حتى حاجة ما تبقى باش يجي داكشي بنين. كيرو هاد الشي تا هو حاجة ما نضيعوها. دابا البنات غنديرو الكرعة تا هي كلها لي بقات، يلا دابا غنديرو ليها بحال هكا بحال هكا كتزين. زين ومذاق وكلشي. كيما كنقول لكم البنات، اللي جرب شي حاجة يصيفطها ليا ويفرحني يقول لي راه صدقات ليه زوينة. دابا غادي ندير سكاموسا، ها هي تبارك الله راه دارت فيها. غادي ندير فرماج كلشي هنا البنات، درت شي 60 غرام ديال الفرماج هذا بارميجان. ديروا الفرماج اللي عندكم، انا كنوصيكم ما تعلقوش بهادشي اللي كندير، انا عطيتكم كفكره وانتم كملوا من عقلكم. هادشي اللي كاين، دائما النظافه البنات، النظافه كوزينه خص دائما تكون نظافه. وغادي نديرو البنات بحال هكا، نقطعوها، كنقطعو هو الاول عاد كنديروها في الفرن، نديرو طرفة كبار لان الدراري كي كتعجبهم. ها
لان نبقى نقطع كل مره جوج طريفات. ها انتم البنات دابا حنا سالينا غندخلوها الفرن. درجة الحرارة 200 نقص لأنها 200 مدة نص ساعة البنات، وغنشوف بلا تحمرات نطفيو عليها، ما تحمراتش نزيدوها شوية. هانتو صافي، نتلاقاو من بعد. السلام عليكم بنات، هانتوما ها هي طابت لازانيا ديالنا. هانتوما شوفوا كي جات البنات، جات الروعة. هذا هو عشانا اليوم ما شهيتكم فيه. هانتوما البنات، هانتوما شوفي كيفاش كتجي. هانتوما البنات، هانتوما البنات شوفوا، هانتو شو البنات. هانتوما البنات، هانتوما شوفوا كي جات. ديروها البنات الله يرضي عليكم، كنطلبكم جربوها راه كتجي الروعة. ولا قلت لكم الروعة راه الروعة. كنتمناكم ديروها البنات. هانتوما شوفوا ما شاء الله الفرماج، هانتوما هذا هو الفيديو ديالنا البنات. حنا غادي نحطو الدراري، يلا الاولاد العشاء. هانتوما البنات ها الطرف الثالث ها هو. هي باقا سخونة، هانتوما شوفوا ما شاء الله، هانتوما البنات شوفوا كي كتجي. كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا البنات. هانتوما شو كي جات ما شاء الله هنايا البلا البنات. هذه الحلقة اللي درنا، كنتمنى تروقكم وتعجبكم، وكنتمنىكم تخليوا لي تعليق وتقولوا لي كي جاكم هادشي، واش غادي هو هذاك مزيان ولا لا. وكنتمنىكم تجربوها، وكنتمنىكم ما تعلقوش البنات بالوقت، لان الوقت تقدروا تزيدوا 10 دقائق، تقدروا تزيدوا تنقصوا 10 دقائق، حيت ماشي بحال بحال. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، لان الفران كل واحد والفران ديالو. نتوما عينيكم ميزانكم البنات، عينيكم ميزانكم، غتدخلوا الحاجه تطيب. غير اهم حاجه هي لي كراد، اهم حاجه هي تيمبيراتور ديال السخونيه ديال الفران، هذا هو اهم حاجه. ومن بعد الريست كيبقى، حيت هذه ماشي حلوه اولا كيكه اللي غادي تفص ليكم ولا هذه ما غتفص ما والو، واخا تحلوا عليها الفران، واخا تشوفوها، واخا ما بغيت راه لا والو. كنتمنى ان شاء الله تروقكم هاد الوصفه اللي درت، ان شاء الله راه وصفات اخرين غيجي، وراه غادي ندير لي لازانيا على الاشكال، على الاشكال غندير بالحوت وبكل شيء، وغندير انواع ديال لي بات. راه طلبوني الناس، طلبوني قال لك بغاو لي بات، غادي ندير الكربوناطه الاصدقاء ديالي اللي بغاوها مريم وراجلها، غندير لكم الكربوناطه حلال ان شاء الله. المهمه مريم والدريات اللي كنعرف كلكم جربوا هذه الوصفه راه غتعجبكم، غتخليوا لي التعليق. الي الى اللقاء، كنتمنىكم لايكي ولايكي ولايكي وتابوناو اللي ماشي مابوني، وخليوا لي التعليق وديروا وركوا على الجرس وتفرجوا في الفيديو كامل باش تعرفوا الحاجه من الاول حتى الاخر. الي بيزو كل شيء، وكنتمنى لكم امسيه سعيده.